بصراحة يعني منذ تولي رئيس مجلس بادي دابا تقريبا حوالي ثلاث ولايات متتالية يعني حنا كساكنة وكمواطنين وك يعني لم نلاحظ اي جديد يذكر يتعلق بالتنميه المستدامه او التنميه الاجتماعيه بالمدينه نلاحظ هنا غياب يعني احياء الصناعيه احياء ادماج الشباب في السوق الشغل غياب يعني الجانب الاجتماعي ما حاضرش الجانب الصحي تفتقار يعني الواقع الصحي ايضا يبكي على حاله يعني المستشفى المحلي هو مجرد قنطره عبور او محطه عبور مساله ثانيه هو مساله اخرى تلاحظون غير غياب غير اهتمام المجلس بما هو ريادي رياضي الحمد لله لسمعتي رياضه مستوى سمع خميس زمام رياضه الملعب ها الاول ها قوى داخل القاعه مركب طاقه مركب القاعه المغطاه ولكن ما ما مرافق, مرافق اجتماعيه واقتصاديه غائمه باتتا من مخططات التنميه المحليه تنعرفوا ان المجلس البلدي عنده واحد رؤيه مستقبليه رؤيه شامله جميع القطاعات ومجالات ديال الاهتمام ديالو الحياه ولكن المجلس هنا نحن نحن من اتهام الرئيس نحن مع ذلك نحن نحترمه نحترم مواقفه يعني نكونوا واضحين غير غياب قلت لك غياب تنميه حقيقيه للمدينه منذ 15 سنه صراحه حصيله المجلس الجمعي حصيله صفريه ربما كاين اللي ما غاديش يعجبو كلامي ولكن هذا واقع الواقع هذا المجلس الجماعي ديال بجديد راه 14 عام يعني الولايه الثالثه غادي في 18 عام ديال التسيير راه غير كيما يقولوا بعض ما نقولوش حنا مشاريع نقولوا غير مرافق راه هي امتداد لرؤساء سابقين على راس المرحوم ابو زيد مسعود على راس المهندس سي بشعيب الزيتوني السيد الرئيس ومجلسه كان محدود بهذه العباره كان محدود جالقة يعني كما يقولوا جميع المرافق هي ماشي مشاريع لان ما المشروع يكون يمس ما هو اقتصادي ساكنه يا مرافق مرافق كان الفضل الرؤساء السابقين المجلس الحالي ما عنده حتى شي عندو حتى شي بصمه واتحداهم شي بصمه ولا يهللون للرياضه الرياضه كتخدم طرف واحد اللي هو السيد الرئيس بها راه تسلق المراتب وهذه هذا من حقه انه يطمع ولكن ما أن تاخذ المجلس الجماعي والياته وامكانياته الماديه والبشريه وتكون وسيله ومطيه انك باش توصل انت للمصالح ديالك الشخصيه بالعكس وهذا ادى التيفيه ديالو مدينه فرحنا كان 600 مليون ميزانيه دافعي الضرائب كنعطيوها 600 مليون هذه من غير من غير جمعيات منوحة كان كان اذا هذيك واللي والغريب ان السيد الرئيس راه هو المدير الرئيس المدير العام ديال الشركه الرياضيه راه في واضحه واضحه جدا اذا صراحه نتاسف على هذا الوضع الكارثي اللي كتعيشوا المدينه وحنا بجانب هنا واحد السوق ديال الشطيبه الناس السيد الرئيس راه موعدهم سوق نموذجي الى يومنا هذا السوق النموذجي ما عرفناش فين وصل لانه الى 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 الشيرة هنا يمكن لك شي عند الحواته وضع وضع كارثي المدينه عباره عن مزبلة مفتوحه صراحه ناحيه الصحه السبيطار راه الى سمحتوا لي وكان على الممكن تمشي وتصوروا راه والو عرفتي واحد الوضع كارثي ومن ناحيه البيع والشري متجولين هادو صحاب شطيبه وعدهم غير في الحمله الانتخابيه قال لي مودي غندير لكم سوق نموذجي كما المدن يعني جميع بغيت تعرف جميع المدن داروا اسواق نموذجيه وتغيرت هذيك تغيرت الجماليه ديال المدينه ودابا لا بغيتو سمحتوا لي واحد دقيقه من فضلكم الا جات على خاطركم غنمشيو لعين المكان وكاين تصريحات ديال البيعه والشري متجولين وعطي واحد الحاله لا يرثى يعني من الزبولات من البيشان قديم من حتى شي حاجه وباقي كيتسناو مساكن وحديت على حرج الناس راه الاخوان هضروا على الحرفيين اللي فيرسين فلوسهم 10 سنين مساكن وباقي كيكذبوا عليهم وما كاينه حتى شي حاجه كما لا تفوتني يعني المناسبة أن أطالب المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته عوض تبدير المال العام على التافهات من الأمور وعوض يعني سلك سياسة الأذان الصماء عليه أن ينصت إلى نبض المجتمع وعليه أن يهتم بالفضاء الخضراء هناك ساحة الإنبعاث أمامنا أيضا هي بدون إنارة عمومية وهي متنزة للأطفال العشب العشب تم يعني انتهى العشب يعني الحدائق العمومية تتعرض للتدمير نتيجة سياسة الإهمال لا توجد حراسة لا توجد هناك ميزانيات لهذه الميزانية التي الوحيدة التي يهتم بها رئيس المجلس الجماعي هي تلك المنحة الدسمة الكبيرة الضخمة من حتى ما يقارب ستمئه مليون لفريق النهضه واهمال الشيء الباقي